بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله في كورس الووتر سبلاي انجينيرينج، وهنتكلم النهاردة عن الجزء الثاني من الاستورج، لأن احنا طبعا اتكلمنا في الجزء الأول عن الجراوند تانك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفيتي تانك، وبالتالي هنكون خلصنا الجزء بتاع الاستورج. طبعا اتكلمت في الجراوند تانك عن التصميم بتاع الجراوند تانك والرسمة بتاعته والديتيلز بتاعتها والفانكشنز بتاعه، يعني خلاص كده انت فاهم الجراوند تانك ان شاء الله بنسبة 90% مش اقل من كده يعني. ومسألة الجراوند تانك مسألة مضمونة وسهلة جدا. بالنسبة لأول سلايد، طبعا زي ما بعمل كل مرة ان انا بستعرض معاك تو فلو لاينز، طبعا مش هتكلم عنهم بالتفصيل، خلاص احنا زي ما قلنا اتكلمنا عنهم كتير قبل كده، فتقدر ترجع للجزء بتاعهم. السؤال ده مهم جدا، زي ما قلت لك ان ممكن يسالك يقول لك ارسم لي الفلو لاين بتاع الرابت ساند فلتر، وغالبا بنسميه باسم الفلتر. لو جات باسم الوحده بتاعه الترسيب مفيش مشكله، الكلاري فلوكليترز، او ممكن يسميه هنا سلو ساند فلتر. فادي عندك فلو لاين اهوت، وادي عندك فلو لاين، واتفقنا ان ده الاولد وده النيو تايب. مهم جدا تبقى عارف الغرض من كل وحده في الفلو لاين ده ايه، وزي ما قلت لك مشروح قبل كده في كذا فيديو يعني. تعالى بقى للتايبس اوف ستورج يوزد ان ووتر سبلاي وركس. طبعا خلاص انت عارف ان في جراوند ستورج وفي اليفيتد ستورج، والجراوند تانك الجراوند ستورج ده اللي هو الجراوند تانك يعني، او جراوند ريسيرفوار، وده بيظهر في المحطه غالبا، بيبقى ظاهر في نهايه المحطه بتاعه التنقيه، لان هو مهم جدا في مرحله الديسانفكشن، وهو على طول بيبقى قبل الهاي ليفت بامب اللي هي اصلا بترفع للشبكه بتاعتك عشان توزع على السكان. انما الليفيت ستورج ده لا، ده بيظهر في كذا مكان different positions، وده according to its function، وده اللي انا هشرحه دلوقتي اللي هو السؤال بتاع ايه هي اللوكيشنز بتاعه الليفيت تانك. فقلت لك هي بتظهر في كذا مكان طبقا للفانكشن اللي هتقوم بيها. فمهم جدا تبقى عارف الغرض من الليفيت تانك، البيربوس بتاعه او الفانكشن بتاع الليفيت تانك، طبعا مع الجزء بتاع الرسم. With regard to water quantity، دي أول حاجة إن هو بيغطي تذبذب أو التغير في الwater consumption خلال يوم. تاني حاجة ودي مهمة جدا اللي احنا هنصمم عليها، إن هو بيغطي الفرق ما بين الماكسيمم ديلي والماكسيمم أورلي، لأن احنا اتفقنا إن احنا بنصمم على الكيو ماكسيمم مانثلي، وشلنا الفرق ما بين الماكسيمم مانثلي والماكسيمم ديلي في الخزان الأرضي، وبالتالي لسه عندي عجز ما بين او فرق ما بين الماكسيمم اورلي والماكسيمم ديلي، هشيله جوه الخزان العالي. تالت حاجه ان هو بيغطي 20% من ميه الحريق، واتفقنا ان في 80% من الميه دي جوه الخزان الارضي و20% في الخزان العالي. طبعا قلنا النسبه دي ليه؟ عشان خاطر سهله الوصول للشبكه او للمكان اللي فيه الحريق، لان الميه ماشيه باي جرافتي والخزان العالي بيبقى عالي طبعا، فالمية بتوصل اسرع من ان انا لسه هرفعها بالبمب من الخزان الارضي. طب ليه 20% مش اكتر من كده يعني؟ يعني ليه مثلا ما تبحبحهاش شوية وتقول لنا خليها 30-40؟ كل ما بزود في النسبة دي كل ما بزود في التكلفة على الانشاء بتاع الخزان العالي، لان يعني طبعا خزان عالي ارتفاعه 20-30 متر عن الارض الطبيعية، وبالتالي انت شايل مية فوق، فكمية المية دي كل ما هتزيد كل ما التكلفة طبعا بتاعة الانشاء او الكونستراكشنز اللي هي اعمال الانشاء بقى واعمال الخرسانة هتزيد طبعا. تاني غرض with respect to pressure، وده اللي بيظهر اللوكيشنز، يعني ده سؤال جواه، يعني الغرض ده الغرض with regard to water quantity with regard او with respect to pressure، جواه كمان هنا سؤال اللي هو بتاع اللوكيشنز بقى اللي بقولك عليه. فطبقا للبريجر او عشان يخدم البريجر، في عندي just after high lift bomb، يعني بعد high lift bomb على طول، وبالتالي جوه المحطة، يعني ممكن نستغنى عن الحتة دي كده ونقول ان هو في المحطة بتاعة التنقية او بعدها على طول يعني. فليه بقى بنحطه بعد الهاي ليفت بامب على طول او في المحطة؟ لتلات اسباب او لسببين، السبب التالت ده او الجزء التالت ده تبع السبب التاني. Fix the head on bumps then the bump work at maximum efficiency، يعني بيقولك ثبت الهيد اللي هو اللي بيرفعه البامب، عشان خاطر البامب دي تقدر تشتغل على الماكسيمم افشنسي بتاعتها، مش الماكسيمم باور ولا الماكسيمم هيد، لا ده الكفاءة الاقصى ليها، عشان خاطر طبعا احافظ على العمر بتاع البامب. تاني حاجة prevent the effect of water hammer action on the high lift bump. طبعا الووتر هامر دي اللي ما يعرفهاش منكم، ده دي المطرقة المائية، ودي اللي انتوا بتسمعوها في الحنفية، وانتوا بتسمعوا صوت يعني بتفتحوا الحنفية احيانا كده تلاقوا صوت جامد في المواسير، صوت عالي، دي هي المطرقة المائية.
دي احيانا بتحصل لو عندك الكهرباء قطعت في المحطة، فبالتالي البامب خلاص الكهرباء قطعت عنها، فبدل ما هي بترفع المية، ده المية ممكن راجع في اتجاه عكسي عليها، وبالتالي ممكن المية دي تحرق البامب. وجود الخزان العالي في الشبكة جوه الشبكة، أو اللي هو بعد يعني بعد الهاي ليفت بامب على طول في المحطة أو في بداية الشبكة على طول لسه قبل التوزيع بقى، مهم جدا، لأن ساعتها الإليفيتد تانك ده هيعمل كسيرج تانك. سيرج تانك ده اللي هو بيمتص، واللي هيدخل منكم بقى في التفاصيل الحاجات دي بعد كده في الشغل إن شاء الله، دي عايزة حد يعني جامد جدا، الموضوع ده مهم جدا جدا، والكورسات بتاعته يعني كبيرة جدا وصعبة. فالووتر هامر ده مش أي حد شغال فيه على فكرة. الووتر هامر ده الخزان زي ما قلت لك، الليفيت تانك بيعمل كسيرج تانك وبيمتص الووتر هامر دي، وبالتالي مش بتأثر خالص على الشبكة وعلى أي حاجة في الشبكة يعني، أو على الهاي ليفت بامب دي. طيب تاني حاجة ات ميدل اوف ذا سيتي، يعني هو بيحطها في الشبكة جوه الشبكة، يقول لك ات هاير بوينتس، يعني في أماكن مرتفعة، يقصد هنا كإليفيجن او كمنسوب جراوند ليفلز. ليه؟ لان طبعا كل ما منسوب الارض يقل كل ما الضغط يقل، انت بدا عايز ترفع لمنسوب اعلى، فالبمبة بترفع مثلا لافريج جراوند ليفلز، وبالتالي انا مش عايز استهلك البمب دي، او مش عايز اخلي البمب احط بمب على الفاضي ترفع لي الهيد كامل، ممكن اخليها ترفع لحد هيد معين، واحط خزان عالي في المنطقه دي. واللي هيفهم منكم الكلام ده اللي هيخش المشروع اكتر، عشان يحسن الووتر بريشر ان ذا نتورك. يعني ممكن احقق بالليفت بامب دي او بالهاي ليفت بامب دي ضغط مثلا 25 متر، ترفع لحد 25 متر، وفي المنطقه اللي هي الهاير دي منطقه معينه بتبقى واصله فيها مثلا لحد 23 متر، فبدل ما اعلي البامب لا، ممكن احط خزان عالي في المنطقه دي يخلي لي ال 23 دي 25، او يخلي لي ال 22 مثلا متر يخليها 25. ات اكستريم بوينتس، يعني بيحطها في نهايه في اخر في اقصى المدينه، وده لسببين. السبب الاول ان هو عايز يحسن برضو الووتر بريشر، لان طبعا المايه على ما تكون وصلت للنهايه، انت بتبقى مثلا في القريه، انت عارف لو انت عايش في قريه ولا في مدينه، لو انت قاعد في الاخر الحاجه دي بعيد عن المحطه، بتيجي تفتح يعني فيها تلاقي المايه عندك ضعيفه، يا ده المايه اللي قاعد جنب المحطه هناك يعني الدنيا رايقه معاه، انما انا بفتح الحنفيه المايه بتنزل يعني بالعافيه، فبالتالي ممكن احط ساعتها خزان عالي يغطي لي البريشر هنا في نهايه المدينه دي. وبرضو الجزء الاهم بقى اللي هو ان هو يديك ability ان انت تعمل extension في المستقبل، لو انت عايز تعمل توسعات في المستقبل في الجزء ده، فبالتالي الخزان العالي ساعتها هيكون مهم جدا ان هو يغطي لك الجزء اللي هي extension ده او extended ده في المستقبل ان شاء الله. طيب تعالى نكمل ونشوف انواع الخزان العالي. وزي ما قلت لك هو طبقا للفانكشن بتاعته، فهو يا اما balanced يا اما storage. يعني ايه البالانس ده؟ البالانس ده اللي هو بتاع البريشر، زي ما قلت لك في ويز ريسبكت تو بريشر وفي ويز ريجر تو ووتر كوانتيتي. فالستورج ده بتاع الووتر كوانتيتي، يا اما انت تصممه ان هو يشيل لك الضغط او يعلي لك الضغط او يحسن لك الضغوط، يا اما انت تصممه ان هو كووتر كوانتيتي اللي هو يشيل لك الفرق ما بين الماكسيمم ديلي والاورلي زي ما اتفقنا، و20% من ميه الحي. ده كده اللي احنا هنشتغل عليه في المساله ان شاء الله. انما ده اللي عايز يفهم اكتر هو اللي هيبقى داخل المشروع، وده يعني بنصممه اكتر على البرامج اللي هو زي برنامج الووتر جيمز او الووتر كاد. ساعتها يعني في الشبكه بنحط الخزان ده ونشوف الضغط حصل له ايه، وبالتالي لو حسنا الضغوط يبقى فعلا احنا حققنا الجزء ده كده يعني. طيب اعرفه منين لو انا ماشي مثلا ولقيت خزان عالي كده وشايف كل حاجه طبيعيه بالنسبه لي، كل حاجه ظاهره، المواسير مش عارف ايه، بس انا مش عارف افرق شكله، ما هو الاثنين واحد، ده خزان عالي وده خزان عالي، هي الفرق في الكلمه دي. الفرق في الكلمة دي بيعبر عنه المواسير. يعني ايه؟ يعني البالانس ده هي ماسورة واحدة بتطلع المية للخزان تملاه، وهي نفس الماسورة اللي بتاخد المية تاني وتضخها في الشبكة. يعني الماسورة اللي طالع فيها المية هي نفس الماسورة اللي هينزل فيها المية. وطبعا في ماسورة تانية كمان بتبقى بتاعة الويست ديورنج امبتي تو بي واش، يعني عشان لو انا عايز افضي المية اللي في الخزان، لو في مية مثلا جزء بسيط وعايز اغسل الخزان ده، المية بتاعة الغسيل دي طبعا ما ينفعش ان انا ادخها في الشبكه، لا ده انا عامل ليها ماسوره خاصه عشان خاطر ارمي المايه الويست دي او المايه اللي انا مش عايزها دي عليها. طيب الاستورج بيبقى ماسورتين، ماسوره عشان املا وماسوره عشان افضي، يعني ماسوره ان انا املا الخزان وماسوره اخد من الخزان ده للشبكه بتاعتي وللناس يعني اوزع على السكان. فلو انت شفتها ماسوره واحده بتملا وتفضي يبقى ده بالانس تانك.
لو انت لقيتهم ماسورتين، ماسوره بتملى وماسوره بتفضي، لا يبقى ده كده ستورج تانك. وطبعا الماسوره بتاعه الويس دي اساسيه في الاثنين، لان طبعا هحتاج اغسل الخزان العام. الكيرف بقى ده كده بيعبر عن الوقت مع الاستهلاك، الووتر كونسومشن بالنسبه للفرد في اليوم الواحد. فانت عارف بيبقى في بدايه اليوم طبيعي جدا الناس لسه بتبقاش موجوده، اللي هو من 12 بالليل مثلا لحد 5 او 6 الصبح. فبالتالي الجزء ده بيبقى الايه ده بيبقى كده فائض، يعني انا بيبقى زياده عن الانتاج. يعني البامب ريت اهوت، لو انت شايف ده كده البامب المعدل بتاع ضخ الميه، وبالتالي الجزء ده كده بيبقى فائض وبالتالي بيخزن في الخزان. طيب الجزء ده كده بعد كده الناس بتبدا تستهلك بقى ويحصل كونسومشن، وبالتالي الجزء ده بيبقى عجز لازم اغطيه بناء على الجزء اللي انا خزنته وبناء على الجزء اللي لسه موجود في الشبكه. يعني بعد كده برضو في نهايه اليوم بيبقى خلاص الدنيا برضو ريحت شويه، فبيبقى في عندي فائض اهو. عشان اطلع الكلام ده بقى بشكل واقعي، انت هنا يعني عامله على التايم مش عامله على الاكيوميليتيف. يعني ايه؟ يعني انت عامله هنا في الساعه الفلانيه، مع ان في ساعه قبلها مش مرتبطه بيها، لا مرتبطه بيها طبعا. فعشان اطلع الاي والبي والسي او الاي والبي بقى زي ما احنا هنرمز لهم بعد كده، الفائض والعجز مظبوطين، لازم اعبر عن يوم كامل لان كله مرتبط ببعضه. فهبدا ان انا ارسم كيرف ما بين التايم والكونسومشن عادي، بس اكيوميليتيف. يعني ايه اكيوميليتيف كونسومشن كيرف واكيوميليتيف بامب ريت، اسف، علشان خاطر اعبر عن يوم كامل زي ما قلنا ونطلع الفائض والعجز. طيب انا دلوقتي رسمت اهوت او جمعت الجزء بتاع الكونسومشن خلال يوم واحد، طلع لي عند النقطه دي، وفي نقط تانية كتير اهيت، ورسمت الكيرف بتاعي. انا عارف ان البامب ريت مطالب ان هو يرفع لي في اليوم الواحد مثلا الجزء اللي انا هستهلكه اللي هو ال 200 ولا ال 220 ولا ايا كان الرقم. فهوصل خلال ده كده هنفهم اكتر في المساله ان شاء الله. البامب ريت ده الخط المستقيم ده بقى نقطه اللي هي البدايه زيرو، لسه هيبدا من الزيرو لحد اعلى نقطه هو عايز يعمل لها ضخ يعني في الشبكه. فهوصل اوتا نقطه عندي هنا كده باعلى نقطه هو عايز يوصل لها، وبالتالي وضع عندي ان في جزء من الكيرف تحت البامب ريت وفي جزء من الكيرف فوق البامب ريت، وبالتالي الجزء اللي تحت ده فائض محتاج ان انا اخزنه في الخزان. انا ساعتها لسه الاستهلاك بتاعي مفيش يعتبر، او الاستهلاك بتاعي الشبكه مغطياه، وبالتالي ده جزء كده زياده عن الانتاج، وبالتالي ان انا اخزنه جوه الخزان. ده كده عجز بالنسبه لي هعوضه من الايه، من الجزء اللي انا خزنته. فالاي والبي اهوت زي ما هو كاتب، الاي والبي ده فائض والسي عجز، وبالتالي على كيوميوليتيف كيرف ظهر عندي اتنين بس اهوت، الاي دي اللي هي الفائض والبي دي اللي هي الايه اللي هي العجز. الاستهلاك هنا اعلى من الايه من البامب ريت. طيب خلينا نكمل. انا جبت لك يعني شويه ايه صور كده من على جوجل لاوريك بس شكل الخزان العالي، لان بتبقى في مدن معروفه بشكل الخزان العالي، تبقى داخل المدينه دي معروفه ان في خزان عالي ده شكله كذا. فزي ما انت شايف هنا المواسير ما فيش موجوده، مش ظاهره قدامك، انما هنا المواسير بتبقى ظاهره عادي جدا. وزي ما انت شايف هنا الحله بتاعه الخزان ده، طبعا مش قصدي الحله اللي هي في المطبخ، يعني مش بهزر، لا هي اسمها الحله فعلا، الحله بتاعه الخزان العالي هنا ستيل زي ما انت شايف. الخزان العالي ده برضه هو شكله كويس جدا وجميل، اعتقد هو في امريكا في فلوريدا زي ما انت شايف. تعال بقى نخش في الديتيلز اللي احنا عايزين نعرفها، لان لو جالك رسمه مش هتروح ترسم خزان اللي شكله حلو اللي تبع فلوريدا ده ولا تبع اي مكان، ما ينفعش طبعا، لازم تظهر الخزان بالديتيلز بتاعته. فطول ما انت فاهم الخزان العالي اعتقد رسمته برضو مش صعبه خالص والله، يعني مش لازم تقعد ترسم الحاجات دي يعني مش كل حاجه كده، يعني مش الستيل مش هو خط واحد بيعبر عن الستيل ده والعمود ده، يعني مش لازم خطين والكلام من ده. فانا عندي دلوقتي في ماسوره، الماسوره بقى مهمه تظهرها بخطين عشان خاطر بس تبين المحابس. فانا دلوقتي في ماسوره اهيت اللي بتطلع الميه، لو تاخد بالك بص جايه من فروم هاي ليفت بامب، وفي محبس اهوت بعد كده تو ذا سيتي، يعني انا لازم افتح المحبس ده عشان اطلع الميه للخزان العالي. ونفس الماسوره اللي مطلعها اهي واخده منها حرف تي اهوت عشان تودي على الايه، على السيتي، وهقول لك ازاي دلوقتي اللي بيتم الشغل. نفس الكلام هنا بالظبط، الماسوره اللي هنا والماسوره اللي هنا اللي هم دول المواسير الويست. طيب تعالى نشرح على اي واحد فيهم. السلايز فالف هنا والسلايز فالف هنا مهم جدا عشان خاطر تتحكم في دخول الميه، لو انت مش عايز ميه تدخل وعايز بقى تبدا غسيل مثلا، فلازم تقفل المحبس ده وتبدا تغسل الجزء بتاع الخزان. طيب انت فتح المحبس والميه طالعه زي ما انت شايف طالعه في الماسوره دي، هتبدا انها تنزل هنا كده. بص لو تلاحظ احنا هنا منزلين الماسوره اللي داخله عشان تنزل الميه لقاع الخزان او الخزان ذات نفسه، يعني
منزلينها بص مكتوب هنا من حوالي تلتين العمق، تبقى نازله مسافه كبيره جدا. بيبقى المسافه دي قليله ليه؟ لان انا لو سبت المايه نازله من الارتفاع ده كله، الارتفاع ده ممكن يبقى 10 متر ولا حاجه، هيحصل لي نحر في الايه، في الخرسانه بتاعه الخزان، وبالتالي لا انا عايز الماسوره تبقى نازله كده لحد جزء معين بحيث ان هي ما تنحرش في الايه، في الخزان. طبعا انت لو مش متخيل الخزان ده دائري، فالجزء اللي في النص الفاضي ده يعني ده الفيجن، فهو الخزان مش كده، مش مفصول، هما مش خزانين، هو خزان واحد لما هنبقى نشوف الرسم، مش عارف البتاع هني قلت ايه، والجزء ده مش لازم بعدين نبقى نشوف الرسم، والجزء اللي في النص طبعا مفتوح اللي هو المتر هنبقى نشوف في المسألة بإذن الله. طيب الجزء ده كده طلع المايه دخلت هنا كده، طيب المايه ارتفعت، عماله ترتفع للعمق اللي انا عايزه، اثبت ازاي العمق ده؟ بعمل حاجه اسمها فلويد فالف. فلويد فالف اهوت مرتبط بعوامه، العوامه دي طالعه مع المايه ونازله مع المايه، اول ما توصل للارتفاع اللي انا عايزه خلاص العوامه دي هتقفل المحبس، خلاص انا مش عايز مايه. طيب المايه دي بتضغط على الفلو دي صح؟ طيب افرض بقى المايه انا دلوقتي مشغل المايه بجزء كبير، يعني او بتملى باسرع كميه كبيره، فبتضغط على الفلوت جامد، فانكسرت الفلوت دي، اللي هيحصل المايه هتفضل تعلى وهتروح جايه تقع من هنا كده في الجزء اللي هو في النص ده كده، طالع الارتفاع ده كله صح. طب انا عايز اتلاشى الموضوع ده، نفس الفكره هنا بالظبط، عشان الرسمه دي لو انت شفتها في اي مكان تاني دي صح ودي صح، الاثنين صح يعني، نفس الفكره هنا بالظبط برده المايه هتقع في الجزء ده كده، فانا عندي بركب حاجه اسمها بريشر ريدكشن فالف، او بنسميه بريشر ريليف فالف، اللي هو محبس تخفيف الضغط. يعني ايه تخفيف ضغط؟ يعني هو بيشتغل مع العوامه دي، لازم العوامه دي تبقى شغاله عشان هو يبقى شغال بيحس بيها يعني، يعني العوامه دي محدش بيحس بيها غير البريشر ريليف فالف، فاول ما هو يحس ان الفلوت دي خلاص هتنكسر، لا انا اروح مخفف انا الضغط عليها وفاتح. طبعا اول ما المايه تحس ان في تخفيف ضغط بتبدا انها بدل ما تخش كده تبدا انها تروح جايه كده. طيب لما هي جت كده راحت فين؟ راحت في ماسوره الويست، يعني وسطه تو مانهول اللي هو يعني اقرب مطبق في الشارع، او ممكن يوديها لاي حاجه، هو صمب خزان معين بيجمعها تاني، او المانهول اللي هو يرميها على شبكه الايه، شبكه الصرف يعني. فبالتالي انا هنا حميت ان الميه تقع من هنا. طب افرض بقى الميه كانت جايه اكبر من ان الفلوت دي تخلي البريشر ريليف فالف دي يحس بيها، او ما اشتغلوش مع بعض، اي حاجه حصلت لا قدر الله خلت الفلوت فالف دي تنكسر، برضو الميه هتقع، وده مش شغال زي ما قلت لك، ما حسش بيها، او هي كانت اكبر من تحمل الميه بكتير فانكسرت، فلازم اعمل احتياط. فبعمل الاحتياط ده ايه؟ حاجه اسمها اوفر فلو، لو تاخد بالك برضو هي هنا اعتقد هي بص الاوفر فلو دي اهي، دي كده الاوفر فلو بتبقى اعلى من الميه بحوالي 10 سم تقريبا، اول ما الميه تعلى انا مش عايزها تقع برضو من هنا، لا انا اروح يا اول ما تعلى هتلاقي متنفس ليها، طبعا بتاع الخزان ده لافف دائري، فهتلاقي المتنفس ليها دي هتلاقي فتحه اهي اللي هي الماسوره دي، هتروح داخله منها ورايحه فين؟ رايحه على الويست برضو، بالتالي انا كده حميت برضو. طب ليه انت عمال تقول لي انا مش عايز الميه تقع من هنا؟ بقول لك الخزان ده بيبقى مرتفع بحوالي 20 ل 30 متر، تخيل الميه بقى واقعه، يعني انت واقف هنا مثلا، انت راجل شغال في المكان ده واقف هنا انت، والميه لقيتها واقعه عليك، طبعا مش هتلاقي ميه كميه كبيره قوي يعني، انت بس مجرد ما هتشوف الميه هتتخض هتموت، واحنا عايزين نحمي الناس اللي موجوده، وعايزين برضو ما نهدرش الميه، وبالتالي عايزين نعمل حسابنا في كل حاجه. زي ما انت شفت هنا فلوت فالف الاول مع الفلوت، بعد كده بريشر ريليف فالف، والاوفر فلو كمان معانا شغال، وبالتالي الرسمه سهله جدا مفيش فيها مشكله لما ترسم الجزء ده. طب الميه بتخرج منين؟ يعني انت عمال تقول الميه لما تدخل وانا عايز احمي الجزء ده واحمي الدنيا فبعمل كذا 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 كذا. طيب الميه بقى لما اجي اخدها للشبكه في حاله ان انا عايز اخد ميه من الخزان، في عندي اهي الماسوره اهي، لو تاخد بالك بص اهي الماسوره دي كده الميه نازله في محبس، طبعا انا قافل المحبس طول ما الخزان بيملى، عايزه يفضي افتح المحبس ده واقفل المحبس ده طبعا، او ممكن حتى اسيبه يعني عادي، لو المحبس ده لو انا قادر اتحكم في الجزء ده كده والمحبس مفتوح ماشي، لو انا مش عارف هبقفله طبعا والميه تنزل من هنا كده. طيب ايه المحبس ده؟ قلت لك ده محبس قفل عادي، المحبس ده اسمه نون ريتيرن فالف، لو تاخد بالك احنا بنعمله كده ده محبس عدم رجوع عشان خاطر نخلي الميه ماشيه في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه ده، فالميه كده مش هترجع في الاتجاه ده خالص، ده ماشيه في الاتجاه ده بس. طيب في حاله بقى الغسيل، انا خلاص قفلت المحبس ده ومش عايز ميه تدخل وفضيت الميه، هفضي الميه ازاي؟ طبعا مش هفضي الميه كده لان كده انا هوديها في الشبكه، المحبس ده هيبقى مقفول برده، لا انا هفتح المحبس ده كده والميه برده هتخرج لانه خزان دائري زي ما قلت، عمال اكرر فيها تاني عشان انا عارف ان في ناس مش هتتخيل، الميه هتخرج من الماسوره دي كده هتروح على ماسوره الويست
وتروح لأقرب منهم برضو خلاص انا مش محتاج الميه. طيب اعتقد احنا ادينا بقى الجزء بتاع الديتيلز ده حقه. تعالى نخش في الديزاين في الفيتي تانك. الديزاين بتاع الفيتي تانك بنجيب تو فوليومز وناخد الاكبر منهم. اول فوليوم اللي هو من خلال الرسم بناخد الاي ماكسيمم زي ما قلت لك اللي هو الفائض زائد البي ماكسيمم اللي هو العجز. وطبعا هقول لك ليه دلوقتي احنا كاتبين ماكسيمم، لانه ممكن يبقى عندي كذا اي وكذا بي اختار منهم الاكبر. بضربها في البوبيليشن وبقسم على 1000 عشان احول ده كده باللتر بالكابيتا. لما اضرب طبعا في اواسم على 1000 واضرب في واحد من 1000 يعني، فانا هحول المتر مكعب. طيب هنا كده الفوليوم الثاني احنا اتفقنا ان هو بيغطي الفرق ما بين الماكسيمم اورلي والماكسيمم ديلي، فلازم اطرح الاثنين من بعض واضرب في ساعه بيغطيها لي خلال ساعه، فلازم ان انا اغطيها خلال ساعه فبضرب في واحد. طبعا لو دي متر مكعب بردي فلازم احول الواحد ده، انا كاني ما بضربش بس لو متر مكعب بردي انا عايز احول بقى فاهمني، فلازم اقاسم ده على 24 او ايا كان الوركينج بيريود ساعتها كام يعني، وهنفهم دلوقتي في المساله اكتر. الفوليوم باخد الماكسيموم من الفوليوم رقم 1 والفوليوم رقم 2 واجمع عليه 20% من ميه الحريق. بيقول لك الخزان الواحد حجمه ما يزيدش عن 2000 عشان طبعا التكلفه، والقطر بتاعه ما يزيدش عن 35 متر علشان خاطر الفواصل بتاعه التمدد يعني. وهنا الفايل الداخليه دي الفايل الخارجيه، الفايل الداخليه بتبقى حوالي 1 متر اللي بتركب فيها المواسير والسلم والكلام من ده. الدي بقى اللي هو الدبس بيبقى حوالي 10 متر، ويفضل ان هو بيبقى من نص لتلتين الفاي، يعني اللي هي ال 35 متر دي لو ضربناها في نص وفي تلتين يفضل ان الرقم بتاع الدبس يكون ما بينهم يعني، او يكون يا اما نص يا اما تلتين. الكباستي بقى بتاعه الخزان بتبقى عباره عن ايه؟ العدد بتاع الخزانات. طبعا العدد ليه؟ لانه قلت لك الخزان الواحد لازم يبقى اقل من 2000، بضربها في باي على 4 وبضرب في المساحه طبعا بتاعه الدايره في الارتفاع. المساحه بتاعه الدايره اللي فيها الخزان او اللي فيها الميه اسف بتبقى عباره عن القطر الخارجي تربيع ناقص القطر الداخلي تربيع، لان زي ما قلت لك ادي الخزان اهوت والجزء ده هو اللي فيه الميه اللي انا مهشره ده، ده كده اللي فيه الميه. فهجيب مساحته ازاي او هجيب حجمه ازاي؟ عباره عن مساحته في الارتفاع. فمساحته عباره عن باي على 4 فاي الكبيره سكوير ناقص باي على 4 فاي اللي هي الصغيره اللي هي المتر دي سكوير، وبالتالي انا خلاص خدت الباي على 4 كعامل مشترك، وده ناقص ده طبعا تربيع في الدبس بتاع اللي هو الارتفاع. طيب تعالى بقى نخش على حاجه مهمه جدا ودي اللي بتلخبط الناس، الوركينج بيريود او البامب وركينج في وقت معين. دي سهله جدا، بيقول لك البامب دي شغاله ل 24 ساعه، البامب دي اللي شغاله لمده 24 ساعه، وبالتالي لما اجي ارسم البامب ريت ده اللي هو الخط ده كده بالنسبه للكيرف ببدا من الزيرو، لان طبعا لسه البامب بتبدا تشتغل هنا فما رفعتش حاجه لسه، هتبدا من الساعه 12. عند الساعه 12 تاني يوم تبقى رفعت كل الايه الووتر كونسامشن خلال يوم واحد، وبالتالي هوقع نقطه في اعلى حاجه خالص اهو واوصلها باوطى نقطه اللي هي عند الزيرو، ده كده الوركينج بيريود ب 24 ساعه. طيب ممكن يقول لي في المساله ان البامب دي مش شغاله 24 ساعه، دي شغاله اقل من 24 ساعه، شغاله 16 ساعه 12 ساعه 10 ساعات ايا كان هيقول لي ايه. وبالتالي انا غالبا بسيب اول كام ساعه، يعني مثلا لو 16 ساعه وهنا شغال كام؟ شغال 12 ساعه، بسيب اول كام ساعه لان الدنيا فيهم بتبقى لسه قليله، واخر برضو كام ساعه بتبقى برضو الاستهلاك فيهم مش عالي فمبقاش خايف منهم يعني. وبالتالي بفترض ان البامب بتاعتي شغاله من الساعه 6 اهو لحد الساعه 6 او من الساعه 4 مثلا للساعه 8 لو هم 16 ساعه. طيب هل انا ممكن افرض عليك اقول لك البامب شغاله من كذا لكذا؟ اه. طب هعمل ايه ساعتها؟ انا دلوقتي بقول ان هي شغاله من 6 ل 6 ايا كان هو ايه اللي من 6 ل 6، او انا افترضت ان هم 12 ساعه فمن 6 ل 6. ببدا عند الساعه 6 اهو زي ما انت شايف برده بدات من الزيرو ولسه البامب هتبدا تشتغل. عند الساعه 6 اهي هبدا احط اعلى نقطه، اعلى نقطه دي اللي انا عايز اوصل لها اللي هي الووتر كونسامشن خلال يوم واحد، وهنفهم في المساله برده. واوصل النقطه دي بالنقطه دي بخط مستقيم. ظهر عندي ده كده ايه اهوت ايه ماكسيمم، بص اهو كيرف اهوت، وهنا عندي كده في بي ماكسيمم ادي البي برده اهي، فانا عندي بي وعندي اي حاجه بقى جوه زي ما انت شايف انا شايفها قليله يعني، انا شايف اي حاجه هنا كده ظاهره بتبقى قليله، دي اعلى حاجه هي اقصى حاجه ودي اقصى حاجه هنا بالنسبه للايه، وهنفهم اكتر برده في المساله زي ما بقول لك المساله هتوضح معانا بشكل اكبر يعني. طيب تعالى هنا كده للبامب لو شغاله على كذا ريت، يعني ايه؟ يعني بقول لك البامب شغاله من الساعه كذا للساعه كذا بريت معين، وشغاله من الساعه كذا للساعه كذا بريت تاني وريت تالت وهكذا. طيب افرض اهوت بقول لك ريت 1 وريت 2 وريت 1، يعني بقول لك مثلا البامب دي شغاله من الساعه، انا هركز في الحته دي كويس عشان ممكن ما اقولهاش في المساله يعني ممكن اغفل عنها في المساله اللي مش موجوده في المساله. بقول لك البامب هنا شغاله من الساعه 12 للساعه 6 بترفع 10 لتر في الساعه،
فهي رفعت كام في الست ساعات دول؟ يبقى 10 في 6، تضرب ال 10 في 6 يديك 60 لتر. تيجي عند ال 60 هنا في المحور الرأسي قصاد ال 60، ادي ال 6 وادي ال 60 اهو، اروح موقع نقطة واروح موصل اوطى نقطة بال 60، يبقى دي كده الريت الأولانية. جيت هنا من الساعة 6 للساعة 6 قلت لك مثلا، او من الساعة 6 للساعة 7 زي ما هو موقع هنا، قلت لك ان هي شغالة بترفع 12 لتر في الساعة. فمن الساعة 6 للساعة 7 ادي 13 ساعة، يبقى 13 ساعة في كام؟ في انا قلت كام؟ 12، ف 13 في 12 يطلع رقم معين، الرقم المعين ده هي اترفع في الوقت ده كده. توقعه بداية من هنا، عايز تقيسه تقيسه من هنا، لو عايز تقيس بقى من اول الصفر يبقى تجمع عليه اللي في الاول. ركز الحتة دي كويس جدا. انا هفترض ان هما 120 مثلا، 120 لتر، ال 120 لتر دول ما جيش قصاد ال 120 وحطهم، لا ده ال 120 دول بدأوا من هنا. فهي مبدأ من هنا 120، يا اما اقيس من اول هنا كده فهيبقى 180 ساعتها، لان هجمع ال 120 زائد ال 60 دي فهيبقى 180، اوقع عند ال 180 قصادها واروح موصل دي بدي. يا رب تكون مفهومه، وبعد كده هكمل عادي جدا. طب افرض هنا البامب ريت طلعت يعني اعلى من الروتر كونسامشن، ممكن تحصل يعني، هي ما حصلتش بس ممكن تحصل يعني. لو حصلت معاك في المساله وانت يعني ماشي صح 100% مفيش مشكله، انت اللي يهمك انك تقيس الكيرف بالنسبه للخط. يعني لو الخط ده فنفترض ان هو طلع كده، يعني انا اقصد كده لو هو طلع زاد عني شويه عن الووتر كونسامشن، ماليش دعوه بالجزء ده خالص، وهبدا اقيس. ادي عندي البي ماكسيمم اهي مثلا، وادي عندي الاي ماكسيمم، وماليش دعوه بالجزء ده خالص، ما فيش فيه كيرف اصلا، فمش هاممني في حاجه يعني. طيب تعالى بقى نخش في المساله سريعا. فالمساله بيقول لي فور سيتي اوف بوبيليشن 200000 كابيتا والووتر كونسامشن الافريج ووتر كونسامشن 240 لتر بير كابيتا بير داي، فايند ذا ريكوايرد ديفيتي تانكس اف ذا ديلي ووتر كونسامشن اس فولوز. طبعا مديك في كل ساعتين الاستهلاك بتاع الفرد كام. وبعد كده بيقول لك ايه في الووتر الوركينج بيريود الاولانيه 24 ساعه، والوركينج بيريود الثانيه او الووتر بقى او اسف البامب يعني اشتغلت كام ساعه، في الوركينج بيريود دي 16 ساعه. هنحل المساله كده مرتين، لو فهمت المره الاولى معايا المره الثانيه هتبقى سهله جدا. هعمل ايه؟ اول حاجه اعمل الجدول ده احوله بدل ما هو كده اخليه اكيوميليتيف زي ما اتفقنا احنا نرسم اكيوميليتيف. وبالتالي انا عندي الجدول ده كده هو تحول الجدول اكيوميليتيف، طبعا انا رسمه على مرتين او ظهره على مرتين لان مش هيبدا يظهر معايا كله، انت ممكن تعمله جدول واحد على طول يسهل معاك. من الساعه 12 للساعه 2 استهلك 3، فالاكيوميليتيف بتاعه لسه 3. طيب من 2 ل 4 استهلك 7 وكان في 3 قبلهم، فالاكيوميليتيف بيقول لك اجمع ال 3 زائد 7 يديك 10. طيب من 4 ل 6 كان مستهلك 10 بس كان في 10 في الايه في الاربع ساعات اللي قبلهم، ف 10 زائد 10 20، وهكذا بقى هبدا اجمع زي ما انا ماشي كده لحد ما اوصل في الاخر عند اخر ساعه اللي هي من 10 ل 12 240. هتاكد منها بقى، ده الاستهلاك، قلت لك ده الاستهلاك كده خلال كل ساعتين اللي هو الووتر كونسامشن ديلي بالنسبه للفرد، وانا بقول لك الافريج ووتر كونسامشن 240 لتر بير كابيتا بير داي اللي هو الفرد يعني. فطلعت معايا 240، خلاص انا كده شغال مظبوط 100%. يبقى الرقم ده تشيك على شغلي ان هو ده استهلاك قلت لك الفرد خلال اليوم متقسم، انما ده على طول مديهولي، فال 240 دي طلعت 240. طب افرض ما طلعتش، ارجع اعمل تشيك تاني واجمع، هلاقي فيه غلط اكيد في الجمع بتاعي، فهي تطلع 240 ان شاء الله معاك. طيب جيت بقى ارسم اهوت، مهم جدا السكيل عندي خلي بالك، يعني هنا حاول تخليها كل سم تمشي 10 غالبا يعني بتظبط معاك، وهنا مفيش مشكله برده كل سم ممكن تمشي 2. بعد كده ببدا ارسم اوقع النقط بتاعتي عندي هنا الاثنين، خد قصاد الثاني، خد قصاد الرقم الثاني ده كده اهو، عند الساعه 2 الثلاثة، عند الساعه 4 العشرة، عند الساعه 6 العشرين، وهكذا. وابدا اوقع النقط لحد الساعه 12 اهي كده الساعه 12 اخر حاجه ال 240، الساعه 12 240، وابدا اوصل بايدي كده الكيرف ده هيطلع معايا بالمنظر ده. طيب البامب ريت شغاله هنا كام؟ 24 ساعه. 24 ساعه يبقى هتبدا من الزيرو عند الساعه 12، و12 اللي هو نهايه اليوم بقى اللي هو يوم كامل 24 ساعه هترفع كام؟ 240. اوقع عند ال 240 اهوت نقطه، واروح موصل الخط ده كده خط مستقيم طلع بالمنظر ده، فطلع عندي جزء في كيرف تحت وجزء ايه فوق. باخد مماس لاقصى نقطه هنا كده ومماس لاقصى نقطه هنا، واقيس من الخط اللي هو المستقيم الخط راسي بشكل راسي، اقيس الخط الراسي ما يقيسوش المايل ده كده اقصى حاجه اهو، يبقى دي اقصى نقطه عندي بالنسبه للمماس عن هنا، فبروح اقيسها بشكل راسي. طلعت معايا مثلا 2 سم، 2 سم وانا كنت واخد السم ب 10 يعني 10 لتر يعني، ف2 في 10 يديك 20، يعني هو هنا لما قاسها
طلعت معاه 4.1 سم. فضرب ضرب الاربعه واحد من عشره دي في 10، لان هو انا بقول لك واخد السمتي 1 سم. طبعا اللي فاهم دلوقتي زهقان من ان انا بعيد ب 10 لتر، انما اللي مش فاهم اكيد هيفهم ان شاء الله. قاس الخط ده طلع معاه 4.1 سم، يبقى هو هنا الاي بتاعته بكام لتر. فال 4.1 في 10 هيديك 41، ايه 41 لتر. وبالتالي هنا برضو قاس، هنا طلع 2 حوالي 2.25 سم، فضرب ال 2.25 في 10 فادت له 22.5 ايه لتر. يبقى انت عندك الاي بكذا والبي بكذا. تعال بقى نجمعهم عشان خاطر نجيب الفوليوم اهوت. 41 زائد 22.5 على 1000، لما اتفقنا نسمع ال1000 عشان نحول المتر مكعب، في كام بقى؟ ده البوبيوليشن في 200000 اداني 12700 متر مكعب. ده كان اول فوليوم. انما الفوليوم الثاني بقى، الفوليوم الثاني بيعتمد على الفرق ما بين الماكسيمم ديلي والاورلي، وبالتالي لازم اجيب الافرج الاول. فالكيو افرج عندي هضرب البوبيوليشن في الووتر كونسومشن اللي هو 240 على 1000 زي ما احنا عارفين، طلع 48000 متر مكعب بير دي. هضرب الكيو افرج في 1.8 او 1.7 زي ما تحب. طلع الكيو ماكسيمم ديلي الا اذا كان هو فرض عليك في المساله، طلع الكيو ماكسيمم ديلي ب 86400، والكيو ماكسيمم اورلي هضربها في 2.5 طبعا برضو الا اذا كانت فرض في المساله برقم تاني، فطلعت 120000 متر مكعب بير دي. لو طرحت 120000 متر مكعب بير دي ناقص 86400 اهي في 1 على 24 دي اللي هي الوركينج بيريود يعني خلال اليوم، دي ضربتها في 1 عادي جدا، بس 1 ايه 1 ساعه ودي متر مكعب بير دي، فلازم احولها. فاقسم ال1 على 24 طلعت معايا 1400 متر طبعا مكعب. يعني يا ريت تتاكد من الارقام لان انا يعني ما تتشككش عليها قوي، بقالي كتير كاتبها. الاثنين من عشرة الفاير ديماند، عايزين بقى نجيب الفاير ديماند ده او ال 20% الاثنين من عشرة منه اللي هو الخمس عشان اجمعه على اقصى واحد في دول. فاقصى واحد في دول طبعا اللي هو الفي واحد زي ما انت واخد بالك اهوت، اللي هو 12700 متر مكعب. بنجيب ازاي الفاير ديماند؟ قلتها قبل كده كتير، انك بتفرض ان كل 10000 فرد عندهم حريق، وبالتالي انت عندك 200000. الحريق ده بنطفيه في ساعتين، والساعة الواحدة بنحتاج فيها 60 متر مكعب، وبالتالي احنا محتاجين في الساعتين 120 متر مكعب. عشان اعرف بقى عدد الناس اللي ممكن يحصل عندها حريق، فاقسم ال 200000 على 10000، فهيديني الرقم بقى بتاعي او العدد بتاعي، هضربه في 120 متر مكعب، واضرب طبعا في 2.10 لان انا عايز 2.10 في 2.10 منه يعني، فهيطلع معايا 480 متر مكعب. هجمع ال 480 على اقصى واحد من دول، وغالبا بيبقى الاولاني اللي هو 12700، فيطلع معايا 13180. بس مجرد ما انت جبت الرقم ده سهل جدا انك تجيب الابعاد، مفيش مشكله. عايز تعرف العدد الاول، افرض ان اقصى حاجه عندك هتستخدمها 2000، فهتقسم الفوليوم ده على ال 2000، هيطلع معايا 6 وشويه. كبره بقى عشان الايه، عشان القطر بتاعك يقل، فيطلع معاك 7 خزانات. انت محتاج هنا 7 خزانات، فانا فرضت هنا ان محتاج عندي 7، وفرضت ان الدي ب 8 لان انا لازم افرض حاجه من الاثنين، يا اما الدي يا اما الفاي. فانا فرضت هنا الدي ب 8، وفرضت ان الان بتاعتي ب 7 ومعايا الفوليوم اهوت، وبالتالي ناقص عندي بس الفاي ده، لان الفاي الداخليه زي ما اتفقنا ان هي بواحد متر، فالفاي الخارجيه نقدر نجيبها 17.3، ممكن نقربها طبعا فتبقى 17.5 متر. طيب تعالى بقى للجزء بتاع ال 16 ساعه. لو البامب بتاعتي شغاله 16 ساعه هو نفس الاكيوميوليتيف، مفيش مشكله خالص، ونفس الرسمه بالظبط. يعني ممكن ترسم الاثنين على رسمه واحده، يعني انا وجهه نظري لو الاثنين معاك ومش معاك وقت ممكن ترسم الاثنين على رسمه واحده عادي جدا. طيب 16 ساعة، انا قلت لك بشيل اول 4 ساعات وبشيل اخر 4 ساعات، وبالتالي شلت 8 من ال 24 ساعة، يعني اديك 16 ساعة، الا اذا كان انا قلت لك في المسألة البامب دي شغالة من الساعة 6 للساعة 10 مثلا، ساعتها انت مضطر تشتغل على من الساعة 6 للساعة 10. باجي عند الساعة 4 كده اعمل خط منقط كده، خط راس كده عشان اظبط ايه الرسمة بتاعتي، وعند الساعة 8 ادي خط راس تاني اهو. عند الساعة 4 لسه البامب هتبدأ تشتغل، فلسه زيرو ما رفعتش حاجة. عند الساعة 8 هي مطالبة ان هي ترفع ال 240، فوقع عند ال 240 نقطة على الخط بتاع اللي انا رسمته، خط الرأس المنقط ده اللي هو بتاع عند الساعة 8، ووصل لهنا بخط ايه؟ بخط رأس. طلع معايا هنا بص، يعني اقصى حاجة هنا خدت خط مماس اهوت للكيرف، وقست الجزء ده كده كرأسي تاني، بأكد عليها كشغل رأسي اهو كخط رأسي، طلع معايا الايه ماكسيموم هنا ب 21، يعني 2.1 ايه سنتي. وهكذا طبعا في الباقي، انك تجيب الاي والبي والقارن ما بينهم مفيش اي مشكله خالص، كل الكلام ده يعني يعتبر متعاد. اول حاجه بتجيب الاي والبي وتجمعهم وتقسمهم على 1200000 يديك الرقم بتاعك اللي هو الفوليوم الاولاني، والفوليوم الثاني زي ما اتفقنا الفرق ما بين الماكسيمم ديلي والماكسيمم اورلي، وتقسم وتضرب في 1 على الوركينج بيريود. الوركينج بيريود عندك هنا ب 16، فطلع معاك الفوليوم الثاني 2100.
خدنا الاكبر منهم 7700 وجمعناه على نفس الايه ال 2 من 10 الفاير ديماند 480، فطلع معانا الفوليوم بتاعي 8180 متر مكعب. نفس الفكره بالظبط، هجيب الان مينيمم وهفرد الان وهفرد الدي، وهجيب الفاي طلع معايا 16.5. عذر ان انا يعني بتكلم بسرعه في الجزء ده، ولكن الوقت مش معايا. اتمنى يكون استفدتم من الجزء بتاع الفيتي تانك، المساله بتاعته مضمونه وسهله زي ما اتفقنا، وان احنا نجيب الاي والبي ونجمعهم والرسم والكلام من ده مفيش اي مشكله خالص. وبتمنى لكم التوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.